بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد. لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب السابق يعني ما ذكر الباب السابق من النهي عن الغلو في الصالحين وأنه سبب هلاك الأمم السابقة كقوم نوح وغيرهم، وما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في الصالحين، ذكر في هذا الباب أن من الغلو في الصالحين الدعاء عند قبورهم والصلاة عند قبورهم والذبح عند قبورهم، وإن كان الذي يفعل ذلك لا يفقد الأموات وإنما يفقد بذلك وجه الله سبحانه، لكن فعله في هذا الموضع منهي عنه لأنه وسيلة للشرك، وهو من باب سد الذرائع. لأن الدعاء أو الصلاة أو الذبح عند قبور الأولياء والصالحين يؤول إلى أن تقرب العبادة لهؤلاء الصالحين، فكما سبق من كلام ابن القيم أن الشيطان عمل مع قوم نوح مراحل، أولا أغراهم بالعصوف عند قبور الصالحين، ثم أغراهم بتصوير صورهم ونصرها على مجالس، ثم أغراهم بعد ذلك في عبادتهم لدين الله، وقالوا لا تذرن آلهتهم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. تدرج العصوف عند القبور يعني الجلوس عندها وإقالة الجلوس والتردد عليها، هذا منهي عنه لأنه يعود إلى الشرك، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري هيدا، يعني هيدا مكانيا يجتمعون عند القبر، ينهى عن العقوق عند القبور لان هذا من وسائل الشرك، كذلك ينهى من باب اولى من عباده الله عند القبور لان هذا وسيله الى الشرك. وقوله رحمه الله: باب ما جاء، باب ما جاء يعني من النهي في الكتاب والسنه ما جاء من التغليظ، تغليظ شده النهي، تغليظ المراد به شده النهي في من عبد الله، عبد الله ما قال عبد القبر، عبادة القبر معروفة لا شك، لكن من عبد الله مخلصا له العبادة لكن عند القبر هذا أمر لا يجوز لأنه يسير. فكيف إذا عبده، كيف إذا عبد الرجل الصالح والميت، الأمر أسد، وهذا يأتي في الباب الذي بعد هذا. نعم.
باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها لح أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. صحيح عن الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة كان قد هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، لأن المشركين ضايقوا المسلمين في مكة مضايقة شديدة، ومنعوهم من عبادة الله عز وجل. وهكذا دائما أهل الشرك وأهل الكفر دائما يضايقون أهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة دائما واضح. فلا يقول وحصل السؤال في قوم إبراهيم بسبب صور سبب التماثيل، فالصور فيها حكمة عظيمة، لذلك حجج الشارع النكير على المصورين والوعيد عليهم، لأن التصوير جريمة خطيرة. وإن كان المفتونون الآن يسمون بالفن أو بالفنون فهو خطير جدا، ولم يشتغل فيه هذا مفتون يسوى الآن ومتوعد بأشد الوعيد. أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء خطاب هم سلف شرار الخلق عند الله، أن يبنون بالمساجد عند القبور هم شرار الخلق، جمع شر أي أشد الناس شرعا، دل على تغليظ. هذا يطابق قول المصنف رحمه الله، بعد ما جاء من التغليظ هذا تغليظ، أو ابن النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق على أشد التغليظ. ويأتي أيضا من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أسلى، والذين يبنون على القبور هذا من أشد التغليظ لمن عبد الله عند قبر رجل صالح. فإن النصارى إنما قصدهم من ذلك العبادة عند هذا القبر، فلذلك بنوا عليه. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذه العبارة نقلها الشيخ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى.
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. قوله رحمه الله ولهما بإدخال المسجد، وهذا يغني عن قوله بعد ذلك الحديث أخرجاه. لهما البخاري ومسلم. أن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيت عائشة وفي حجرها، كان رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وهو في الموت. قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، جعل يطرح، جعل هذه من الحال السرور عند النحويين، جعل أحد يطرح أن يضع خميصة، والخميصة كتاء معروف، خميصة له على يده يغطي وجهه بها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فإذا اغتم بها يعني نفسه اغتم نفسه بسبب الغطاء كشفها ليتنفس عليه الصلاة والسلام. فقال وهو كذلك، يعني في هذه الحالة، في حالة الصيام، لم ينس صلى الله عليه وسلم تبليغ الأمة، ولم ينس أن ينهى الأمة عن الشرك، وهو في هذه الحالة من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه على التبليغ، ولم يشغله ما هو فيه من فرض السياس ومن فترات الموت، لم يشغله عن أداء رسالته صلى الله عليه وسلم. قال وهو كذلك في هذه الحالة، لا سيما وأن أجله قد حضر، فيخشى أن يعمل به كما عمل النصارى أو كما عمل أهل الكتاب في أنبيائهم، يحذرهم. قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا دعاء على اليهود والنصارى، واللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله، هذا من التغليب، هذا يطابق الترجمة أو المستيقظ رحمه الله باب وجاء من التغليب، فاللعن على تغليل والعياذ بالله، لعنة الله على اليهود والنصارى. السبب اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو السبب، فلعنهم صلى الله عليه وسلم وهم أهل كتاب لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بحق اللعنة. وهذا في رد على الذين يقولون لا تلعن اليهود والنصارى، لا تلعن يقولون لا تلعن اليهود والنصارى، رسول صلى الله عليه وسلم لعنهم، ولعنهم الله في القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وفيه الناس الآن يقولون لا تلعن اليهود والنصارى، بل فيه من يقولون إنهم إخواننا، إن اليهود والنصارى إخواننا، الله العافية. لعنة الله على اليهود، اليهود أتباع موسى في الأصل، أتباع موسى في الأصل، وإن كانوا في الأخير انحرفوا عن ديانة موسى عليه السلام، لكن في الأصل، والنصارى أتباع المسيح في الأصل، الذين قالوا إنا نصارى في الأصل، وإن كانوا بعد ذلك حرفوا وخالفوا دين المسيح عليه الصلاة والسلام، لكن يقال هذا بحسب الأصل. لعنة الله على اليهود والنصارى، السبب سبب اللعنة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد،
أي المصليات يصلون عندها، هذا فيه شاهد لقول الشيخ لو ما جاء من الترمير في من عبد الله عند قبر رجل صار هذا داود ثلاث يغلي والدعاء صلاة أو الدعاء أو الذبح أو النذر أو غير ذلك، فلا يعبد الله عند القبور أبدا، أن هذا وسيلة وسائل الشرك، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي مصليات سواء بنوا عليها أو لم يبنوا عليها، صلاة عند القبر معناه اتخاذه مسجدا أي مصلى، وكل مكان كل يديه فهي مسجد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي مصلى صالحا للصلاة، فإذا بني عليه الأمر أسد، إذا بني عليه الأمر أسد. قالت يقدر ما صنعه، أي أنه إنما قال هذا في هذه الحالة أنه صلى الله عليه وسلم يحذر أمته، يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى أن يفعلوا مع قبره صلى الله عليه وسلم كما فعلت اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم. قالت ولولا ذلك، أي لولا خشية أن يفعل عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل عند قبور السابقين لأدرك قبره، يعني لدفن في البقيع مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، لكنه دفن في بيته كيف تفنه؟ خشي أن يتخذ مسجد أن يفتح، فلو قال أحد لماذا دفن الرسول في بيته؟ نقول ما قالته عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجدا أي يصلى يصلى عنده، سيما العوام والجهال ففي دفنه في بيته قيامة له صلى الله عليه وسلم، حيث لا يقع النظر على قبره أبدا لأنه محاط بالجدران وشدة جميع النوافذ، فلا أحد يرى قبره صلى الله عليه وسلم، وإلا لو درج قبره ورآه الناس لرأيت العجب العجاب، لكن من رحمة الله أن الله صان قبر نبيه صلى الله عليه وسلم فلم تره عين بعد دفنه صلى الله عليه وسلم إلا من دخل داخل الحجرة، وهذا أمر ممنوع لا أحد يدخل، وهذا استجابة لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله فاجاب رب العالمين دعاءهم واحاطه بثلاثه جدران حتى غدت ارجاؤه بدعائه في عزه وحمايه وصيام، هذا الذي استجاب لدعوته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث فيه عن جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، في الخمس ليالي وفي الخمس سنين، خمس يحتمل ان خمس ليالي وهذا هو الاقرب والله اعلم، يحتمل انها خمس سنين قبل ان يموت بخمس، يقول
المسلم أبرأ إلى الله أن يصوم لمنكم خليلا. السبب لأن الله اتخذه خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة ولا تقبل المشاركة. فلما اتخذه الله خليلا اكتفى بخلة الله سبحانه وتعالى، فلم يتخذ من أصحابه خليلا، وإن كان يحبهم حب أصحابه حبا شديدا عليه الصلاة والسلام، لكن الخلة هذه خاصة بخلته صلى الله عليه وسلم، خاصة بربه عز وجل، لأنها لا تقبل الاشتراك. فإن الله اتخذني خليلا، هذا هو السبب، إنه لم يتخذ من أمته خليلا، لأن الله اتخذه خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الله تعالى: اتخذ الله إبراهيم خليلا. هذا ثابت في القرآن، وثبتت خلة النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة صحيحة. ولذلك قال الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. الخلة هي أعلى درجات المحبة، ولم ينلها من البشر من الله عز وجل إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. أما بقية المؤمنين، بقية الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين، فإن الله يحبهم، يحبهم جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتوكلين، لكن لم يتخذ من خلقه خليلا غير الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب، أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أصحابه خليلا. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال تنبيه على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنه أفضل الصحابة، بل أفضل الأمة على الإطلاق، أفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد بلغ من محبة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لو جاز له أن يتخذ من أصحابه خليلا لاتخذ أبا بكر. هذا دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه التي حازها بين الصحابة. وفيه إشارة إلى خلافته، إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، هذا دليل على الخلافة بالإشارة. غير أن الله اتخذني خليلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد من الحديث: ألا وإن من كان قد نحن كانوا يبنون المساجد على القبور، كانوا يتخذون، ألا وإن من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى، كانوا يتخذون القبور مساجد، أي المصليات، سواء بني عليها أو لم يبنى عليها، يصلون عندها رجاء الإجابة، يصلون عندها لله عز وجل، ما يصلون للقبور، يصلون لله، لكن يوقعون الصلاة عند القبور رجاء الإجابة، يظنون أن هذا محل إجابة، وهو ليس كذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، فلذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عند قبر غيره، ولا تجوز الصلاة عند القبور، ولا الجلس عند القبور، وإن كان من يفعل ذلك يقصد وجه الله، إلا أن المكان ليس مكان عبادة، لأن العبادة هي وسيلة إلى الشرك، والإسلام جاء لسد الذرائع. قال: ألا فلا تتخذ القبور مساجد. هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، أي المصليات لا تصلوا عند القبور. ثم أكد ذلك مرة ثانية فقال: فإني أنهاكم عن ذلك. قوله: فلا تتخذ القبور مساجد، هذا نهي،
فلماذا قال فإني أنهاكم عن ذلك؟ على من باب التأكيد. فهذا هو التغيير الذي أشار إليه المصنف في الترجمة، باب ما جاء من الترجمة أنه نهى عنه مرتين على فلا تتخذ القبور، وجاء بأداة الاستفهام ألا من أجل التنبيه، فألا أداة تنبيه تدل على اهتمام على أهمية ما لا بعد، فنهى عنه مرتين في موضع واحد. هذا من التغليظ النهي عن هذا العمل، ففيه شاهد للترجمة. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته. ثم علق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذين الحديثين بهذا الكلام الذي نقله الشيخ محمد رحمه الله. الكلام هذا اللي بعد الحديثين هذا من كلام شيخ الإسلام في غسل والوسيلة، ثم نقله المؤلف رحمه الله. يقول إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته، أي قبل موته بخمس، هذا في آخر حياته. ثم إنه نهى عنه في الصيام، وهو ما جاء في حديث عائشة أنه كان في سياق الموت ويطرح القميص ويكسبها، فقال وهو كذلك: ألا لعنة الله علي يهودي والنصارى. فنهى عنه في آخر حياته، ثم لعن وهو في السياق كما في حديث عائشة، نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جرير، ثم إنه لعن وهو في السياق هذا كما في حديث عائشة. فهذا هو التغليظ السبيل في هذا الأمر. فكيف يتساهل في هذا الأمر ويظهر قومه أن الصلاة والدعاء والزاد عند القبور أنه أفضل وأنه نحن ظن المجال وأنه مع أنه وسيلة إلى الشيء. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جليل. نعم. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، أو كما في حديث عائشة، وهذا من باب التغليظ. نعم. والصلاة عندها من ذلك، والصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، صلاة عند القبور من اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليها. فلو جئت عند قبر بارد صليت عنده فقد اتخذته نفسك، تقول ما ابني عليه ما عليه نفسي، لكن كل واحد المساجد معناها المصلى ولو لم يحصل بناء، فإذا كان فيه بناء فالأمر أسد. الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. إيه نعم. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، أي مصلى، لأن الصحابة ما يتوقع من الصحابة أن يبنون على مسجد الرسول مسجدا، ولكن قد يصلي عنده أي جهال صليت عنده مجرد صلاة بدون مسجد، فلذلك يبنى صلى الله عليه وسلم في بيته حجة أن يصلى عنده. نعم. وإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وهم يسمعون هذا النهي، ما كان الصحابة يبنون عند قبره مسجدا وهم يسمعون هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم، لكن يخشى من غيرهم غير الصحابة أن يأتي من الجهال من يصلي عند قبره صلى الله عليه وسلم لو كان بارزا يراه الناس. نعم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. هذا الحديث كما في مسند الإمام أحمد وعند الحاتم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من شرار الناس أي أشدهم شرا والعياذ بالله فئتين: الفئة الأولى الذين تدركهم الساعة، وهم لأن الساعة لا تقوم
وفي الأرض أن يقول الله الله، لما تقوم الساعة على الكفار. أما المؤمنون فإنهم تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة، فلا يحضرون، المؤمنون لا يحضرون قيام الساعة والحمد لله، وإنما تقوم الساعة على الأشرار وعلى الكفار. فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يعبد الله عز وجل أو يقول الله الله، يعني يعبد الله أو يذكر الله عز وجل، وإنما تقبض أرواح المؤمنين قبل ذلك، فيبقى فرار الناس يتهاردون كتهارد الحمر، ثم تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية الذين يبنون المساجد على القبور لاضطرار الخلق في الأمم كلها، في الأمم كلها، في قوم نوح ومن جاء بعدهم إلى هذه الأمة. فهؤلاء الذين يبنون المساجد الآن على قبور الأولياء بجعلها قبر الحسين، قبر السيدة عيسى، قبر البدوي، قبر عبد القادر الجيلاني أو غير ذلك من القبور التي تبنى، من المساجد التي تبنى على القبور وهي بالمئات في بلاد المسلمين الآن بالمئات. فهؤلاء الذين يبنون وهؤلاء الذين يصلون في هذه المساجد هم فرار الخلق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون أنهم مسلمون، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم هم فرار الخلق، نسأل الله العافية. نعم. قوله: باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام. كل ما كان وسيلة إلى الحرام لا تبغى، هذه قاعدة، كل ما كان يؤدي إلى الحرام فإنه حرام، لأن الإسلام جاء لسد الذرائع، وأسد ذلك ما كان وسيلة إلى الشرك، يعني فهو أسد الوسائل المحرمة. نعم. فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام لكونه يوقع، هو خاصة بالشرك، فكل ما كان وسيلة إلى محرم فهو حرام، لكن أسد ذلك الشرك. نعم. لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في الأحاديث. نعم. قوله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. الحديث قوله في الصحيح أي الصحيحين. قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، توفيت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان إلى الحرب، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أمهات المؤمنين، وكانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، لكنه والعياذ بالله تنصر. نعم. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. نعم. قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر منها إلى المدينة. هاجر الهجرتين لسلمة وأم سلمة من الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، والذين هاجروا الهجرتين هم من أفضل الصحابة. نعم. والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم،
حدث الشعب في شعوب أفريقيا دينهم النصراني وملكهم يقال له النجاشي. نعم. قوله فقال أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة. نعم. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من الراوي. والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن كان الصحابة يتحرجون من الألفاظ التي ينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينسبون إليه إلا ما تأكدوا أنه صالح عليه الصلاة والسلام، وما شكوا فيه فإنهم يأتون بالاحتمال. هذا من باب التحول في الرواية. وكثير من الناس اليوم لا يبالي قال الرسول قال الرسول، ولو كان الحديث موضوعا ولو كان شديد الرعد ما يتحرجون من النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أولئك شرار الخلق عند الله. ولن تذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا صورته، فبذلك صاروا شرار الخلق. فأم سلمة وأم حبيبة لم تذكر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا البناء والتصوير، ولم تذكر أنهم كانوا يصلون في هذه المسجد، لكن لما كان البناء والتصوير وسيلة إلى الصلاة فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك. كما يقول هذا تعليق من الشاعر رحمه الله، يقول انظر إلى ما وقع في هذه الأمة الإسلامية الآن من هذا الأمر العظيم الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو البناء على الحجر، بل عند كثير منهم أن المسجد الذي فيه أن المسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له ولا يتجهون إليه، وإنما يتجهون إلى المساجد التي فيها القبور. هذا من شدة الفتنة والعياذ بالله. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا، ومع ذلك يعتقدونه دينا، وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. يعتقدون هذا أول شيء، وأن من نهى عن ذلك فإنه خارج من الدين، أن من نهى عن تعظيم القبور والبناء عليها والصلاة عندها يعتقدون، بل الذبح عندها ودعاءها من دون الله يعتقدون أن هذا هو الدين، وأن من نهى عن ذلك وامتنع منه فإنه خارج من الإسلام. انعكس الأمر فسموا الشرك دينا وسموا التوحيد شركا وكفرا وخروجا من الدين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا تعليق من الشيخ على هذا الحديث. هؤلاء النصارى جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وتعظيم القبور والموتى، هذه فتنة خطيرة جدا، والفتنة الثانية التصاوير لا يتساهل فيها، لا يتساهل في التصاوير، تجعل في البيوت أو في المساجد يحتفظ بها، إن هذا أمر محرم شديد التحريم، لأنه وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد. يأتي من يعبد هذه الصور ويعظمها ويقول ما اختبر بها إلا لأن لها شأن، فيعبدونها لدين الله عز وجل. فإذا وجدت الوسيلة وجدت الغاية ولو على المدى البعيد، ولذلك الواجب إخلاص الصور وتكسير هذه الأصنام وهذه التماثيل وإعدامها وإسلامها، هذا هو الواجب من أجل أن لا يحتفل بها الناس ولو في المدى البعيد، هذا هو الواجب. فكيف أننا نجمعها ونهتم بها ونجعلها دور ونجعلها، هذا مشكل جدا، وهذا يمكن له نتائج في المستقبل
سيئة لا يعلمها إلا الله. نعم. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القطور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يعلق على هذا الحديث. نعم. لم يذكره المصنف رحمه الله لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. لم يذكره يعني لم يذكر هذا من كلام شيخ الإسلام، لأن هذا معلوم من كلام شيخ الإسلام. نعم. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. القميصة كساء له أعلام، والشاهد للترجمة الأعلام يعني الخطوط، له أعلام يعني له خطوط. والشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها. وإن كان اللعن يقتضي التغليظ، اللعن يقتضي تغليظ النهي. نعم. فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها وإن كان المصلي إنما يصلي لله. نعم. فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون. هو ملعون، يتقرب إلى الله بزعمه يرضي الثواب وهو عند الله ملعون، مطرود من رحمة الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لأنه ذريعة إلى عبادتها، لأن هذا ذريعة إلى عبادتها سواء في الحاضر أو في المستقبل. لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟ كيف إذا فعل ما وقع فيه الناس اليوم في عبادة القبور؟ ما هو العبادة عند القبور؟ وإن كان العبادة عند القبور محرمة وسجيدة للتعليم، لكن إذا عبدها صار مشركا الشرك الأكبر، والأول يكون فاعلا بوسيلة من الشرك. والآن الواقع ما هو العبادة عند القبور؟ الواقع عبادة القبور الآن، يستغيثون بالبدوي وبالحسين وبعلي وبفلان وعبد القادر الجيلاني، يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله في السر والضراء عند قبورهم او في البر او في البحر، اذا مسهم شيء او توالئ يقولون يا رسول الله يا حسين يا عبد القادر، يهتفون يسمونها الهتاف، هتفت باسم الولي فاجابني واغاثني. يعني ما توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع، انه نهى عن هذا لانه وسيله من وسائل الشرك، فوقعت الغايه التي خوفها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي خوفه الرسول صلى الله عليه وسلم. واقع الناس اليوم هو الذي خوفه الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام. الأول يعبدون الله عندها، ثم في الأخير يعبدونها من دون الله عز وجل. نعم. وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها. نعم، هذه هي الغاية التي نهى الرسول من أجلها، لأنها تؤول إلى هذا الشيء، وقد وقع ما تخوفه صلى الله عليه وسلم في الأمة الإسلامية من ذل المساجد على القبور في عهد الفاطميين. أول ما دخل البناء على القبور في عهد الفاطميين من الشيعة في مصر وفي غيرها، ثم انتشر في كثير من البلاد الإسلامية، إلا هذه البلاد لما من الله عليها بدعوة الشيخ دعوة التوحيد كان فيها قبور أيضا، لكن لما جاءت هذه الدعوة وقام بها رجال
من أهل العلم وأهل الثقة أزالوا هذه الأمور والحمد لله، أزالوها بالدعوة إلى التوحيد وتنفيذ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى، بل تعم من فعل فعلهم وما هو أعظم منه. لا يقال أن هذا خاص بالنصارى وأن كنا مسلمون، ما تتمنى هذه اللعنة كما يقول بعض المغرورين. يقول لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا كان الرسول لعنهم على هذا السبب وهو البناء على الكفر، فكل من فعل فعلهم فهو ملعون. هو ملعون، العبرة بالسبب الذي من أجله لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المراد خصوص اليهود والنصارى، بل كل من فعل فعلهم فإنه ملعون. نعم. وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من لعنة اليهود والنصارى على هذا الفعل، تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لولا ذلك أي لولا مخافة أن يستخر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما اتخذ قبور الأنبياء من قبله لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. لأبرز قبره مع قبور أصحابه بالبقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها. خشي الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا للمعلوم المراد به الرسول، خشي، فأمرهم أن يبتلوه في حجرته، فيكون دفنه في الحجرة بمصر من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية خشية، أي خشى الصحابة رضي الله عنهم أن اتخذ مسجدا فدفنوه في بيته. نعم. فعلى الفتح يكون هو الذي خشى ذلك صلى الله عليه وسلم. خشي. وأمرهم أن يبتلوه. نعم. فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبر فيه. نعم. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما. فدفن الرسول صلى الله عليه وسلم لبيته إلا أن يكون بنفس من الرسول أو باجتهاد من الصحابة، هو اجتهاد موفق على ضوء النصوص، لأنه لما نهى عن البناء على القبور والصلاة عند القبور، فالصحابة رضي الله عنهم عملا في هذه الأحاديث دفنوه في بيته حفاظا عليه. ولكن الأقرب والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي نص على دفنه، أنه روي حديث ما ينبغي للنبي لم يدفن إلا حيث قبر، أو ما هذا معناه. فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما. إلا من الأمة، إلا الصحابة رضي الله عنهم ما يتوقع من الأمة، لكن يأتي من جهة هذه الأمة فليفعل هذا. لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. قال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي تاريخ مسلم، ما هو القرطبي المفسر، لا، القرطبي آخر تاريخ مسلم. نعم. ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يرى أحد، لا يرى قبره أحد. هذا من تمام النعمة على هذه الأمة، أن الله قال قبر نبيها صلى الله عليه وسلم أن يفعل عنده مثل ما يفعل عند سائر القبور أو قبور الأنبياء. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبر،
قال ذكر أهل العلم أنه ما عرف قبر النبي على وجه الأرض، كل قبور الأنبياء مدفونة. قال من رحمة الله سبحانه وتعالى ما عرف قبر النبي إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعروف، ولما كان معروفا تد عليه البناء والإحسان حتى لا يرى. وأما بقية قبور الأنبياء فلا يعلم أين هي ولا يسلم أين هي. هذا من رحمة الله للمسلمين. ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى. القبور الجدران التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم على شكل مثلث، جعلوها على شكل مثلث من الناحية الشمالية من أجل أن المصلين لا يستقبلون القبر وإنما يستقبلون رأس المثلث. هذا من حرصهم على صيانة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قلت فبذلك قال الله قبره وقبل دعوته. ولهذا قال ابن القيم فاستجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران، يعني هذا المثلث. هذا من توفيق الله للأمة أن عملت هذا العمل. يعني قلت فبذلك قال الله قبره وقبل دعوته بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله عن جندب ابن عبد الله أي ابن سفيان البدلي، وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية توسل المسلمين. نعم. قوله فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، فهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدخال أو المغربين يقولون أنتم تقولون لا يبنى مساجد على قبور، ومسجد الرسول فيه قبر، يقولون كذا. هذا من جهلهم أو من علاج، لأن مسجد الرسول مبني قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بسنين، لكن قبل أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به بناجه أول الهجرة، ولما مات صلى الله عليه وسلم لم يدخل بالنفس وإنما دخل في بيته، دخل في بيته خالد النفس. وبقي على هذا في خلافة
أبي بكر خلافة في عهد الخلفاء الراشدين كله تقي على هذا في عهد الخلفاء الراشدين كله وفي قدر خلافة بني أمية حتى جاء اليمين بن عبد الملك وكان رجلا مغرما بالعمران والبناء فأمر بتوسعة المسجد النبوي كان الخلفاء من قبله يوسعون المسجد من الناحية الغربية الشمالية والجنوبية ويتركونه من الناحية الشرقية التي فيها القبر ما يتعرضون وبقي القبر خالي من المسجد إلى أن جاء عهد الوليد فأمر بتوسعة المسجد من الناحية الشرقية وأدخل القبر للمسجد بتصرف من الوليد بن عبد الملك فكان المنفذ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لأنه كان أميرا على المدينة بأمر اليمين قال هذا أمر ما هو من أمر العلماء ولا بمشورة العلماء ولا أفتى فيه أحد من العلماء وإنما هو عمل قام به السلطان بدون فتوى وبدون تصرف السلطان لا يعتبر هذا دليلا ولا يقال مسجد الرسول مبني على قبر كما يقوله هؤلاء الجهال او المغرضون على من اللجنة على الناس وينبغي معرفة هذه الصفة لأنها قوية الآن يبدون بها على الناس فإذا عرفت الأصل وعرفت أن هذا إنما هو تصرف من السلطان وليس من العلماء بل العلماء ينكرون هذا أشد الإنكار وحصل في وقته الإنكار حصل ضرب لبعض الذين وقفوا ضد هذا العمل هذه كل السلاطين إذا توجهوا الشيء ما أحد يقف في دوره إلا من هدى الله منهم هذا تصرف السلطان لا شأن للعلماء نعم بل كل موضع فيه يسمى مسجدا كما قال النبي بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا ذكره شيخنا فهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى يقول ذلك هذا ذكره شيخنا يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب جده وهو مرسول من كلام شيخ الإسلام من تيمية لأن شيخ محمد بن عبد الوهاب انتفع بكتب شيخ الإسلام ودرسها وصار ينقل منها نعم قوله ولأحمد في سند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه قلت وقد وقع هذا في الأمة كثيرا كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على ذوي البصائر وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية تعليقا من الشارع هذا تعليقا وقد زاد هذا تعليقا من الشارع رحمه الله وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك في أمور منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله بخلاف الجاهلية فإنهم يتركون في الرخاء ويقصدون في الشدة أما هؤلاء فتركهم في الشدة أشد من تركهم في الرخاء ولا يحتجون بأسماء الأولياء إلا إذا وقعوا في الشدة نعم وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله الجاهلية كانوا يعبدون الأولياء الصالحين لكن يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله هؤلاء سفهاء عند الله
ويقرون أن الخلق والرجل واللحية والجماسة والموت والحياة بيد الله، هذا أهل الجاهلية. أما المشركون من هذه الأمة يقول لا، هذول الأقطاب والأوتاد يصرفون في الكون، يرزقون يعطون، حتى قالوا أنهم يسلمون الموت وأنهم يضربون ملك الموت إلى أخذ روح واحد ما يظن ياخذ روح، صرفوه في الكون يسمونهم الأقطاب والأوتاد إلى آخر. فهم زادوا على أهل الجاهلية، الجاهلية ما وصلوا إلى هذا النوع من الشرك، كانوا يوحدون في توحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. أما هؤلاء فيشركون في النوعية، توحيد الألوهية في توحيد الربوبية، فهو أسد من الجاهلية. وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية، وقد سمعنا ذلك منهم مشافعة. شيخ عاش في مصر، شيخ عبد الرحمن رحمه الله عاش في مصر مسلم، يستمع من لدن المشركين هناك ومن عباد الخزوق، يستمع منهم الشيء الكثير لأنه عاش هنا مسلم قبل أن يأتي إلى مجد. نعم. ومن ذلك قول ابن تمام من أهل عمان وأمثاله أن عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه. من ذلك قول ابن بطال من أهل عمان، كتاب رد عليه السيد العطال في الرد على شبه ابن تمام، ما تستاهل يا أحد علماء نسل. يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع. هذا يقول ابن بطال، يقولها ابن تمام، يقول ابن تمام، يقول ابن عبد القادر يسمع من دعاه، مجد يقول يسمع، لو دعوت بهوان في المسجد ولا في المغرب ولا في البحر يسمع. هل قال المشركين الاولين هذا؟ لا والله، لا وصل كيف المشركين الاولين الى هذا الحد. نعم. قال ان عبد القادر الجيلاني يسمع من دعاه ومع سماعه ينفع. أما السماعية مثل في الجاهلية ما قالوا هذا. نعم. فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت، فلقد ذهب عقل هذا وظل فكفر بما أنزل الله في كتابه. نعم. كقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الله جل وعلا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وفي السماء يقول يا عبد القادر يسمع من دعاه. نعم. ولو إنذار الله قد أخطأ جل الله عن ذلك، قد أخطأ بقول لا يسمع دعاءكم، لأن ابن تمام أثبت أن عبد القادر يسمع وهو ميت. لا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه، بل بالغوا وعاندوا في رده، وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول، فالله المستعان. هذا صحيح، هذا صحيح، يكابرون ويكذبون المعقول والمنقول، يكذبون العقل والمنقول، ويدعون لهؤلاء الأموات شيء العجب العجاب، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول لا تلعنوا اليهود والنصارى الأحياء، ولكن قل لعنة الله على أموات اليهود والنصارى لأنهم ماتوا على ذلك، أن الأحياء فلا يلعنون. يلعنون على العدل على الأفراد، هذا معروف عند أهل العلم، خلاف الأجمع على أنه يلعن في العامة. وقال لعنة الله على اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على النصارى، لكن الإكرام للخلافي خلاف، هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز لعن معين أو لا يجوز؟ فهذا اللي يقول هذا الكلام جاهل لا يعرف العلم أو مغالط. نعم. في فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المقبرة أو الدعاء عند القبر لله؟ وهل صحيح ما ينسب لشيخ الإسلام أن فاعل ذلك ليس بمشرك
وإنما هو مبتدئ. ما بس عند شيخ الإسلام إذا صلى لله ودعا الله لا تنه عن قدر فهو ليس بمشرك، لكن فعل وسيلة للمشرك. أما إذا دعا القبر فإنه مشرك، أو صلى من أجل القبر فهو مشرك. أما إذا صلى لله أو دعا الله أو ذبح لله عند القبر فهذا لا نقول أنه مشرك لأنه لم يذبح لغير الله، لكن نقول فعله هذا مقرر لأنه وسيلة إلى الشرك. ينبغي أن تعرفوا هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء للميت عند قبره بصفة الوقوف ورفع اليدين أو الجلوس وذلك عند كل زيارة له؟ ادعو له سواء واقف ولا جالس، أربع يديك وما ترعى على مواسع ديالك، ادعو للميت بالمغفرة والرحمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم دعوى بعضهم أنه تجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور إذا دفن المقبور بعد بناء المسجد؟ هذا تفريق بين ما جمع الله سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور سواء دفن الميت قبل بناء المسجد أو بعده، يقول لها عن هذا لأنه وسيلة إلى المسجد، والمعنى واحد، الوسيلة هي سواء سبق القبر المسجد أو المسجد سبق القبر، المعنى واحد. اللي يفرق هذا إلا من جاهل وإما أنه يغرر بالناس. لما ابتلي الناس إلا مثل هؤلاء، والله ما ابتليت الأمة إلا مثل هؤلاء الجهال المتعالمين أو العلماء الضالين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك دعوى إذا كان القبر في قبلة المسجد فالصلاة لا تجوز، وإذا كان في الخلف فالصلاة جائزة. هذا هذيان، هذا هذيان باطل. الرسول ما فرق بينما إذا كان القبر في قبلة المصلي أو خلف المصلي أو عن يمينه أو عن شماله، الرسول ما فرق. وأنت تفرق منين التفريق؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدل دخول أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما إلى الكنيسة على جواز دخول الكنائس والمعابد للفرجة والسياحة؟ للفرجة والسياحة لا، أن يصيب في المعرفة، أما أن يستبقل من أجل معرفة ما هم عليه لأجل معرفة باطلهم والرد عليهم لا بأس بذلك. وأنت منكر، تدخل وأنت منكر لهذا السلم، ولكن لتعلم ما هم عليه حتى تعرف نعمة الله عليه ولأجل أن ترد عليه باعتبار فلا بأس. أما أن يدخلها من فرجة والنجا ولا ينكر ما فيها هذا لا يجوز. نعم. يا شيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هل يؤخذ منه أن الكنيسة يطلق عليها مسجد؟ مصليات، يعني مصليات. اتخذ القبور أنبياء المساجد يعني المصليات، إذا اتخاذ القبر مسجدا هو الصلاة عنده ولو لم يبنى عليه مسجد. ما سمعت الكلام؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر أزمنة يحكم الحرمين فيها حكام صالحون وعندهم علماء أتقياء، والسؤال لماذا لم يعد المسجد النبوي إلى وضعه، وهل ترك ذلك خوفا من الفتنة أم لسبب آخر؟ نعم، هو كما ذكر خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة. والمسجد القبر الشريف مقوم لله الحمد محمي، ولا يتمكن أحد من أن يخبر عنده ما لا يجوز. الله جل وعلا يسر من يحميه ومن يمنع من يريد إظهار الشرك عنده الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم فيما لو كنت ببلد أكثر بل أغلب مساجدها بها قبور ولا أجد مسجدا غير ذلك، فهل يجوز لي أن أصلي فيه أم أصلي في المنزل؟ قل في المنزل، فإذا كان معك قبل إخوان الموحدين جماعة قولوا لكم مسجد، قولوا لكم مسجد وصلوا فيه، أو خطون بيت تصلون فيه. المهم لا يجوز لكم ان تصلوا في المساجد بها
أي إنسان معي سحاب من الموحد منه حلو في مسجد أو في البيت، في مسجد ليس إليه خبر أو في البيت تخصصونه إذا كنتم تخافون منهم حلو في البيت. إن كنتم لا تخافون إذا بنيتم مسجد فابنوا مسجد، ابنوا مسجد خاص لكم. نعم. أسأل فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون القبور مساجد إنهم من شرار الناس، هل نقول إنهم أشر من اليهود والنصارى؟ فيهم اليهود والنصارى، فيهم اليهود والنصارى، فهم مع اليهود والنصارى هم شرار الناس. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التحنيط يعتبر من التخويف؟ هل التحنيط تحنيط الجثة حتى تبقى؟ هذا لا يجوز، هذا الدائرة، هذا من العبث ومن انتهاك حرمة الميت. الميت لا ينفذ حرمته ولا يعمل في شيء، إنما الميت المسلم يكفل ويصلى عليه ويكفل ولا يعمل في شيء. والكافر كذلك حتة الآدم المحترمة، حتة الآدم المحترمة ولو كان كافر يبتل، كافر يبتل ويوارى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواراة أبي طالب لما مات، كافر يوارى أيضا يبتل ولا يترك ولا يعبث في جثته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتصوير هل الإذن على المصور أم المصور؟ وما قولكم بصور أصحاب الفضيلة العلماء ومنهم فضيلتكم التي تظهر في بعض الصحف والمجلات، هل يدل ذلك على الجواز؟ هذا ما تاورنا به، يأخذون الصورة ونحن ما لا يدلنا من ذلك، يأخذون أول تمثيل لا سواد يصير الإثم عليهم، لأن ما أمرتهم ولا رضيت بهذا. نحن والعلماء نعرف أخذوا صورهم وما دروا عنه ولا أدين لهم في ذلك، يأخذون الإثم عليهم. أما من وافقهم وأمر أن يصور ورضي بذلك تظهر صورة في الجرائد ولا الإثم على الجميع، على المصور وعلى المصور، بل يكون المصور أشد إثما أنه يقدر أن يمنعهم ولم يمنعهم. نعم. أما أن يأخذ الصورة وما درى غير مسؤول عنها. نعم. أخذ صورة الشيخ بن باز ومن أشد الناس نهيا عن ذلك، أخذ صورة أنصار من الصورة وهو في حياته رحمه الله في تبلغه نهاهم عن ذلك، يحرجهم، أنا أشهد أنه حرجهم ومع هذا لم يرتدي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتاج الأطباء إلى التصوير التلفزيوني وذلك لمراقبة حال المرضى أثناء العمليات الخطيرة، فهل يعد ذلك من التصوير المحرم؟ إذا دعت الضرورة إلى التصوير ضرورة تبيح المحظور، إذا دعت الضرورة للتصوير للتبعية أو زواج السفر أو رخصة القيادة أو لأجل المريض يتحقق مرضه، هل جائز لأجل الضرورة على جل وعلا؟ فمن يسر غير فاغ ولا عاد فلا يسمع له، على جل وعلا قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم. يكون فضيلة الشيخ ضرورة يذبح فيها الميتة، أكل الميتة يذبح إذا خشي على نفسه من الموت ولا عنده طعام يأتي من الميتة، هل يجري الضرورة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اتخاذ التصاوير والمجسمات التي هي لعب للأطفال؟ لا، لا يربى الأطفال على ارتكاب المحرم، الأطفال يربون على الدين وعلى الأخلاق، لا يربون على المحرمات. الصور حرمت عموما للكبار والصغار، وملعون من فعلها وصورها، ولم يفرق بين من يصورها للصغار ومن الكبار. وأما اللعب التي كانت عائشة تلعب بها تجربة هي ما يذكر خرق، إنما هي خرق إلا عهد قريب يسمونها الألعاب عند الجدران، الألعاب يجيب له أعواد يلفها بخرق يقول هذه لعبة، هذه العاد عاد ما هي صور، أعواد وخرق ينفض على دار ولا فيها معنى الصور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل هو معروف أم لا؟ ما هو معروف دوله قبر الخليل ما هو معروف لا تفرق منهم ولا قبر موسى ولا قبر هارون عليه السلام ولا قبر سائر الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان قبره معلوما يسر الله في سلامته وحمايته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلى بنا رجل فأخطأ بالفاتحة حيث كسر الدال من إياك نعبد ولم يستجب لتصحيحنا له، فقمت أنا بعد انتهاء الصلاة فأعدت صلاتي مع جماعة ثانية، فهل فعلي هذا صحيح؟ وهل يلزم الإمام أن يصحح قراءته بذلك؟ أما أن يلزم الإمام أن يصحح قراءته نعم يجب عليه هذا، إذا كان يستطيع يجب عليه. وأما صحة الصلاة هذا فيه تفصيل، إن كان اللحن يحيل المعنى مثل أنعمت عليه لو قرأها بالضبط، أو كسر الكاف في إياك قال إياك، هذا يحيل المعنى لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلف إمام يلحن لحن يحيل المعنى. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فالصلاة صحيحة، لأن لو قال الحمد لله رب العالمين لو فتح المجرور أو جرح المنصور ولا يتغير المعنى مع ذلك فلا بأس. الحمد لله رب العالمين لو جاء رب العالمين فتح أو رب العالمين فهذا لا يحيل المعنى فسد الصلاة، لكن ينبغي أن لا يتقدم للناس إلا من يكثر القراءة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.